نظم معهد الإدارة العامة بيبا تجمع الطاولة المستديرة بعنوان تأثير السلوكيات والابتكار في صناعة السياسات الحكومية للوكلاء والوكلاء المساعدين من صناع القرار في منظومة العمل الحكومي، والذي يهدف إلى تحويل عملية صناعة القرار الحكومي إلى واقع يحمل بعداً تشاركياً مع المواطنين. نحو إشراك المواطنين في صناعة سياسات حكومية تلبي تطلعاتهم بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، نظم معهد الإدارة العامة بيبا تجمع الطاولة المستديرة بعنوان تأثير السلوكيات والابتكار في صناعة السياسات الحكومية للوكلاء والوكلاء المساعدين من صناع القرار في منظومة العمل الحكومي. فكرة من الطاولة المستديرة هو أن نجيب أفكار جديدة في علم الإدارة العامة ونطرحها على قيادات العمل الحكومي. اليوم موجود معنا نخبة من الوكلاء والوكلاء المساعدين كلهم في تخصصه. اليوم نطرح موضوع ثاني جديد جدا اللي هو ما يسمى باقتصاد السلوك. ببساطة شلون المواطن يفكر وشلون نقدر نخدمه على حسب تفكيره بالشكل الصحيح. أنا أعتقد سوف يعرض مشروع ينظم العلاقة ويطور من أداء موظفي الحكومة. يعني احنا نشوف احنا في جهود كثيرة من وزارات الدولة ومن مؤسسات، لكن للأسف تحس انها كمبعثرة. في هذه اللقاءات ممكن نقرب الأفكار، نستفيد من التجارب الناجحة الموجودة في الوزارات الثانية لتقديم أفضل الخدمات، وهذا يعني السياسة اللي بنينا عليها واللي دائما سيدي سمو رئيس الوزراء يوجه في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهذا هو المطلوب. سلط هذا التجمع الضوء على الآليات المناسبة لربط العلاقات بين صناع القرار من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يخدم العمليات الإدارية في الجهات الحكومية، وبما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المواطنين الفعلية وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم. مشروع الطاولة المستديرة مشروع نير، نشكر فيه معهد الإدارة العامة على القيام به، ونأمل اليوم من خلال هذه الحلقة أن احنا نحصل على نتائج مفيدة للمواضيع اللي رايح تكون مطروحة على جدول أعمال هذه الطاولة. هذه المرة راح يتكلم على أداء سلوكيات الأداء والابتكار في تطوير سياسات العمل الحكومي. أتوقع أن راح تكون شيقة جدا، لأن فعلا المدير في المؤسسة يحتاج أن يضع عدة حلول، ولما يضع السياسات يضعها بناء على ابتكار بناء على سلوكيات حتى ممكن ينتهجها في المؤسسة. روح المسؤولية والمشاركة في تعزيز المسيرة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كفيلة لتهيئة كافة عناصر النجاح لمواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة من خلال تضافر كافة الجهود لتحويل التحديات إلى فرص تكون نتائجها لصالح الوطن والمواطن. سيرين عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.